لعبة الكيرم هي لعبة من التراث الهندي والخليجي، وهي لعبة زوجية يلعبها شخصان أو أربعة أشخاص، وتكون ساحة اللعب على لوح خشبي به أربعة ثقوب، وأدواتها أحجار مصنوعة من الخشب تكون على شكل دائري، لها لونان وكل لون له قيمة. وطريقة اللعب هي أن ترتب الأحجار بشكل دائري في وسط الساحة وتقذف بما يسمى بالمضرب حتى تتجه إلى الثقوب التي في الزوايا. لعبة طاقية هي لعبة جماعية ينشد فيها الطفل الذي تم اختياره من الأطفال بجملة طاقية، وهم يردون رن رن يا جرس. بعد ذلك يقوم الطفل بالدوران حولهم وهم مغمضي أعينهم، فيقوم بوضع شيء خلف أحد منهم ثم يطلب منهم أن يفتحوا أعينهم، وبعد ذلك يقوم الطفل الذي وضع خلفه الشيء بملاحقة الطفل الذي تم اختياره إلى أن يقبض عليه. لعبة طاش ما طاش هي لعبة بين شخصين يتفقان على جلب مشروب غازي معبأ في قارورة مصنوعة من الزجاج. يقوم أحدهم بنقر الزجاجة الغازية عدة مرات بمفتاح المشروب الغازي ويسأل خصمه طاش أو ما طاش. لعبة المصاقيل هي لعبة شعبية بسيطة تعتمد على مهارة يد اللاعب في كيفية إسقاط أكبر عدد من الكرات البلورية الزجاجية في الحفرة المخصصة لاحتضان هذه الكرات. يقوم كل لاعب بتحديد كرة بلورية زجاجية تسمى الصولة، يستخدمها لضرب الكرات الزجاجية التي تخص اللاعب الآخر. لعبة الدنانة هي من الألعاب الشعبية القديمة والمخصصة للأطفال، حيث كان يحرص كل طفل في الزمن القديم على الاستمتاع بهذه اللعبة، وهي عبارة عن عجلة دائرية الشكل يقوم الطفل بدحرجتها